بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جراف ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح الأوتوكاد نسخة 2024، والنهاردة هتكلم عن البلوك في البرنامج، إزاي إن أنا أعمل بلوك وإزاي إن أنا أعدل عليه. أنا عندي شكل زي ما احنا شايفين، والشكل ده أنا عايزة أعمل له بلوك. طيب أنا عندي بلوك بجيبها من إنزرت هنا، في هنا بلوك، شايفين بالشكل ده. أول حاجة عشان أعمل بلوك أنا هاجي أكتب بي من الكيبورد، واجي اكتب النيم بتاعه هنا تيبل، تمام. وبعدين هقول له البيك بوينت هنا من المنتصف كده، وبعدين سيلكت اوبجكتس هختاره كله بالشكل ده كده، وبعدين ادوس بيمين الماوس. هنا ممكن بقى ده انا اعمل ديليت للاصلي، يعني اللي قدامي ده مش هيبقى موجود، تمام. يبقى انا ممكن اعمله ديليت من هنا، واجي اقول له اللي هو الرسمه الاصليه، واجي اقول له اوكي، اختفي زي ما احنا شايفين كده. طب انا عايزه اجيب البلوك ده، بروح على انسرت من هنا، بعدين انسرت تاني، وبعدين اهو ظهر لي. هاجي ادوس عليه وبعدين اسحبه بالشكل ده كده. لو دوست عليه دبل كليك اهو، ممكن انا اعمل له ايديت، ايديت بلوك ديفينيشن، بدوس عليه وبعدين اقول له اوكي. ممكن ان انا اغير فيه البلوك زي ما انا عايزه، ممكن ان انا اشيل السيركل دي واقول له اريز، وبعدين اقول له كلوز. Save the change to table. يبقى انا غيرت هنا، شلت سيركل فاتشالت لي على طول، اتعمل ايديت للبلوك. في طريقه تانية ممكن نعمل بيها البلوك. انا عندي الدايره زي ما شايفين وفيها تأشير بالشكل ده، وانا عايز الشكل ده اعمل له بلوك. اعمل الكلام ده ازاي؟ باجي ادوس على الشكل بتاعي كده، باخده كله وادوس على كنترول مع شيفت مع سي، تمام، واختار من السنتر بوينت دي او من اي نقطه انا عايزاها طبعا، اللي هي البيس بوينت، تمام، واقول له كنترول مع شيفت مع في، عمايل لي اهو بلوك، وخد كوبي للدايره نفسها، وبعدين هدوس انتر اهي. وانا كده رفعتها بالشكل ده كده، تمام. هنشوف الفرق ما بينهم. انا هاجي ادوس دبل كليك على طول، هو سماهولي بالشكل ده كده اهو، عملهولي بلوك، وممكن انا اعمل عليه ايديت هنا. ده لو دوست كده ده هاتش لوحده اهي، وادي الدايره لوحدها. يبقى انا عن طريق الاختصارات بتاعه الكيبورد ممكن ان انا اعمل بلوك. يبقى دي تاني طريقه ان انا ممكن اعمل بيها بلوك. عندي بقى في انزرت هنا، هاجي افتح انزرت دي وهاجي اختار ريسنت بلوكس، بدوس عليها كده ظهر لي الحاجات اللي انا عملت لها بلوك تيبل، والدايره اهي موجوده بالهاتش بتاعها، وعندي حاجات كانت موجوده قبل كده. طيب انا ممكن اعمل تعديل على البلوك ده عن طريق الجزء اللي هنا ده، ممكن اعمل عن طريقه تغيير في البلوك، في السكيل، في الروتيشن، اي حاجه في الاكسبلود ممكن اعمل له اكسبلود. طيب انا عندي الروتيشن هخليها 45، واجي اختار التيبل دي واجي اسحب كده، عمل لي التيبل دي على زاويه 45، تمام. طيب ممكن ان انا لو انا جيت كده اهو، ممكن ان انا اغير في السكيل، عندي سكيل 1 1 1، ممكن ان انا اخليه سكيل 2 والواي 2 والزد 2، تمام. وبعدين اختار التيبل دي على طول، كبرها لي السكيل اللي انا عايزاه. يبقى الجزء ده هو جزء التعديل على البلوك. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نعمل بلوك وازاي ان احنا نعدل عليه. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.